الإيدين اللي عاوزة تشتغل بتعمل المستحيل. أي حد خريج تربية فكرية صعب يلاقي شغل، بس أنا لقيت ألمع الإزاز وأكنس قدام المحلات. كنت دايما أقول اللي جاي أحلى، لغاية لما سمعت عن حملة موبينين للتشغيل قدمت واتقبلت واتمرنت واشتغلت في فندق 5 نجوم. وهنا مسكت السيف اللي بدأت منه، لكن مش كفاية، اتعلمت انجليزي. دلوقتي اي حد يروح حضرتك الشاي هيلاقيني باخد الطلبات زي اي حد. احنا في موبينيل هنفضل مؤمنين لكل ايد اتخلقت وليها دورها في الحياة. مبادرة موبينيل لتأهيل وتشغيل 200,000 ايد.